السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ سنه سعيده باش متمنيتو ان شاء الله. اليوم احنا في الرباط، المهم جايين نمشيو نجيب واحد الشخص اللي مهم بزاف 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 من المطار، ولكن جينا اول حاجه نتغداو هنايا في ناكل الشواء، ومن بعد عاد نمشيو ان شاء الله نجيبوه من المطار. خليكم معنا باش تعرفوا شكون هو هذا اللي اليوم غادي نجيبوه من المطار. فيديو بارك الله عليكم. صحة ماما. صحة على صحة ماما. صحتكم. عاد منا نمشيو اليوم شكون نجيبو؟ ايوا هاي ما نمشيو للمطار، خليكم معانا. فين غادي؟ الله اعلم. شوفوا شنو غنجيبو من المطار. البقولة هانتوما. المهم دخان حارة. المهم هادشي كامل ديالي والفاف. كيفاش تاكلي بولفاف؟ بولفاف عرفتي الحاجة الوحيدة اللي كنتشجع عندهم هنايا هي بولفاف والسوسيس. هنا كاين بيتزا. عشاق البيتزا. هذا مو غاليه كطلع عندك ما تاكل احسن لا تاكل داكشي ديال التقريب الفاست فود. ماما هنا وبولفاف البنات هي البلاصه الوحيده زعما اللي نقدر ناكل فيها بولفاف. عمرك كنت تمشي بولفاف شي بلاصه من غير الدار؟ ايوا لا لا بصحه. لا لا واش ثلاثه اتاي بالرزه شو كيبغي اتاي سلم المناظر بصحه. بصحه بصحه الزومه. كما شفتوا البنات دابا خدا بابا اللحم باش نديو معنا للدار، وخا ترك شويه بعيده ولكن غادي يديروه لينا في الثلج صراحه. الله فينا اليوم الماكله زوينه بزاف، وكنصح بزاف الناس اللي عز عليهم الشوا وماكله بلديه يجيو هنايا راه زوين. وحتى الله البلاصه راه قلت لكم راه ها نشوفوا البنات القاعه اللي كنت قلت لكم هي هذه. وهذا هنا الطواجن. البيدات ديالي حنا دابا عاد وصلنا ليغوبوغ، هاهو من مورانا. شكون كتوقعوا غادي نجيبو اليوم من المطار؟ يلا بغيت كلشي يحبس الفيديو ويهبط يخلي ليا كومونتير لتحت ويقول لي شكون غادي نجيبو اليوم. يلا يلا شكون غيجي فيها؟ كلشي جالس كيتسنى.
حدا كاس اللي كنتسناو العريس يخرج خليكم معايا. مين معي؟ ولا المين معي؟ قلتيها مصرية ولا أني مامي. ماما راه جالسة على أعصابها. ياك ديك الانتظار. تقولي لهم شكون جاي ولا ما تقوليش؟ لا تيشد تشوفوهم. تشوفو شكون؟ عجبك حاجة ولدك؟ عجبك؟ عجبني ولدي علاش لا؟ يلاه شدي بعدين الله هاك الناس كيصوروا بركة عليكم بركة عليكم بركة بركة الله أخذ كليمة لاباس مرحبا بك مرحبا بك في المغرب طلع لي مالك يوم وصلتي عليك حالي ماشي مزيان كلشي بخير كيف وصلتي الحمد لله اللهم لك الحمد وعليك بخيرين شتي ها وليدي جا المغرب شنو يجي مايش قول يا ياسين شنو يجي ولا ويا صافي كدرت ندير بناقص يهضر مع معايا الحال هضر مع المعجبين هضر مع المعجبين المعجبين صافي سقل يلا سقل يلا سكلتي سكلتي مرحبا بيا في المغرب ويا الله يبارك قول مرحبا بيا في المغرب هو ضروري ضروري باقي 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 مسكت ضايخ ضايخ باقي حشمان باقي شاد فيا البرد ديال فرنسا ولفتي تضرب وحدك صافي باقي ما سخنتش يا خويا على سلامتك شنو شهي دابا حتى الان باقي بلا غدا ضرب الشوا عليك باقي بلا غدا الشوا باش تعرفكم هنايا نتوما كتضربوا شوا كل سيمانه وانا مسكين ما قادرتش باش تساينوني لا جبنا لك في الومنيوم بغيت شويه داك الشيء جبنا لك داك اونبورتي ولا زعما خدات كيلو الكفته وكيلو السوسيس من عنده وقالت لك نمشيو للدار غدا زعما طيبوا لك مسكينه اللي عنده زهر ودير بعد الزهر شي حاجه يبان لك داك الشيء كتقول به عندك زهر ايوا مسكين انا باقي بلا غدا ويلي والله الا بصح كاين تما الكول كاين ماكه طايبه يلا طلع اخويا مرحبا بك اخويا ياسين الله يبارك الله يبارك فيك اختي الله يبارك ها احنا درنا لي حقو داكشي للعراسات حيتي من فمك بحال جايين من شي ارث داك هو خبيز لا درنا بابي الومنيوم بابي بلا عارفين كنت تاكل خبز شكرا ضرب لك كويتي هكاك اتقرح حدك توصل للقنيطره باقا شويه سخونه دافيه تكون دافيه بارده قال لك حطيت لها الغزاله فوق هذاك راه فيه الثلج مشي قبل تقول لي جبتي لينا معاك ايوا اختي دابا الناس اللي كيتفرجوا فينا راه عارفين كل واحد عنده فائلته عنده هذاك اللي كيقول لهم راه المغرب فيه كل شيء المغرب الحمد لله فيه كل شيء صباغه قطعك قطعك صباغه هذه الجنه المسخوط قطعك واش كاينه ولا ما كايناش كاينه كل شيء الحمد لله كل شيء كل اسكت فيها اللحم والصوصيص فين ما عمر كرشك الله يعين ما عندناش ما نديرو حتى حاجه ياك ولا لا كاينه انا بعدا انا بعدا علاش حنا منا لك راسك انت ايوا حنا دابا شادين الطريق ياك ياسين وليدي واحد يهضر على راسو كل يهضر على راسو انا بعدا جا هو ما بغيت والو صح حنايا ايوا حنا دابا شادين الطريق نرجعو للقنيطره ان شاء الله باقي البلوك ان شاء الله ما سالاش خليكم معانا شوفوا اللي جاي من فرنسا انا جاي نيش ناكل بسيس اي ضرب دجاجه بوحده والله العظيم ولاتي باقي ما كليتش باقي صافي باقي ما كليتش واش جايب دجاجه ها ولا جايب دجاجه
قالوا لي ما تخدمش زوج ما انت باقي جاي من فرنسا ما عطاوكش ربع. داك النهار خدام كيكذب عليكم كيبين لكم راه كيتريني في لاصال اش كياكل ها اللي كيتريني في لاصال اه بصحه خويا على سلامتك بصحه مسكين راه عاد كيتغدى بصحه خوينا تاي الحاج يلا قولي بسم الله يا بسم الله مرحبا بك الله يبارك فيك ابويا احنا قلت المغرب دابا عاد تجلس معايا في الغرفه اه ماشي حاجه قوي ديك النهار جينا خطفنا يومين الويكاند ولكن درا زوينه مزيانه شويه طلينا عليكم دابا دابا نجلسوا ان شاء الله اه جلس معايا نيتو مزيان تاك التخاوي شويه كندويو تاع الماط وي انا مرضى شويه شنو بان لكم انا نخلي ورانيا فلوغ راه نديرو فامي رانيا فاميلي اه لي بغيتو مريا نديرو لك القناه صافي تبدل المطبا راه ولا عندو المطبا زوين هادي جوج الناس عارفينو انا هو لا مشات لا مشات عرفوا هو اللي داه ليا صافي انا ردا نثبت لها السميه انا ما توريوش ليا انا ردا ياسين فلوغ ياسين فلوغ هادي شنو بغيتي يا سي الحاج الحاج سي الحاج هادي اه الحاج جيب لي الفقاص شكرا رانيا هادي شنو سمعتي مناسبه ياش مناسبه انا جيت ايوا شتي ها معقول هو قال لك معقول انتوما كتحتفلوا براس العام ما كتحتفلوا لا لا ماشي قضيه ماشي قضيه راس العام يا ماشي قضيه راس العام لا ماشي انا بالنسبه لي راس العام راه ماشي هو الحلوه هو الحلوه ولا هذيك الاحتفال اللي كيحتفلوا به هذوك الناس كتاب وانا بعدا بالنسبه ليا هذيك اللمه اللي جلسنا وشريت هذه الحليوه هذه هي دائما عندنا راس العام اي ما نقدر ماشي كنديروها حنا في راس العام لا ماشي لا قلت لك حنا حياتنا راه كلها دائما بلا جيت تشوفها دائما الانسان راه كيدير هذه الجلسه الجلسه والحلوه وهذه بصح واتاي تيجلس الانسان بصح اما انا بالنسبه ليا انا راس العام راس العام سيدي الناس بزاف كيقولوا بان بدعه كذا ما هذه انا بالنسبه لي ما بدعه ما حتى شي حاجه بالنسبه لي انا وهو كيبدا مثلا 2019 بدا في شهر 1 وكيسالي شهر 12 ياك الانسان اضطرينا ندخلوا في هذا الحساب هذا اضطرينا ندخلوا في هذا الحساب الميلادي بالنسبه لينا حنا خصنا بحال اللي كندير واحد المراجعه شنو درنا في العام شنو درنا في هذا العام بحال واحد التاجر مثلا واحد التاجر كيدير واحد الانفونتير لا مونتير في الاخر كيدير شنو المدخول شنو هادي شنو خسر شنو ربح شنو باش مشى له المشروع ولا مشى شنو حنا خصنا نديروها في حياتنا اه بيان سور نديروها في حياتنا كاينه بايزين ولا كاينه سي الحاج انا كنشوفها من المنظور انا كنشوفها من المنظور ما نحاولش نفكر فيها كما قلنا كاين الناس كيقولوا بدعه كاين اللي كيقول انا ما نشوفهاش كاع من هذيك الناحيه كاع ما نشوفهاش كاع من ناحية دينيه انا نشوفها بان عام كيمشي من عمرنا هي كيجلس بنادم كيمشي من عمرنا خصني انا في هذاك اخر ديال الشهر اولا في الاول ديال الشهر ديال 2020 مثلا ندير مراجعه عن نفسي شنو هي المراجعه عن نفسي نشوف شنو اللي حققت فيه وشنو اللي ما حققتش شنو الاخطاء اللي ارتكبت وشنو الاخطاء اللي ما ارتكبتش حنا ما معصومينش من الاخطاء ضروري بيان سور ضروري ما غاديش يمكن الانسان ما يكونش دار شي خطا في حياته هو كما قلت انايا الانسان يدير مراجعه ديال راسو شنو دار في هذاك العام كنت درت شي اخطاء راجع راسو فيهم لا مع العبد ولا مع الله كنطلب من الله يسمح لي الا درت شي حاجه درت شي حاجه زوينه راه فايده ليا انايا بالنسبه للسياسي كيفاش كتشوف انت هذه المناسبه هذه انا وكما قلتي انه بنادم كيجلس كيشوف شنو دار بحال قلتي كيدير بينو الى داك العام اللي فات ماشي يعني كيشوف شنو هي الحاجه المزيانه اللي دار الحاجه الخايبه اللي دار وبنادم هذه هي مناسبه باش يجلس مع راسو ويراجع راسو يشوف حاجه فهمتيني يشوف كيفاش يحسن راسو ميبقاش يقول خص بنادم غير ما يقولش ما يسينش حتى يدخل العام عاد يقول انا مثلا شي واحد مثلا باغي يبدا مثلا لاصال واحد مثال بسيط مثلا باغي يبدا غير لاصال كيقول وخليتها تدخل 2022 وعاد نبدا لاصال
هذاك غير كيحاول يحطل راسو كيقول بحال كيقول كيتكاسل كيقول انا النهار اللي مورا غادي ندير حاجه هو مع مورا يديرها وبقى توصل 2030 ما غاديش يدير هذيك الحاجه. هذا هو علاش من خص واحد المراجعه. بنادم الا بغى يدير الحاجه راه ميساينش يدخل لعام جديد ولا شي حاجه. بنادم الا بغى يبدا الحاجه يمكن يبداها من غدا. انا عطيت المثال ديال لاصال وراه يمكن يكون على الخدمه يمكن تكون على اي حاجه في حياتك مع العائله على اليوتيوب على اليوتيوب رانيا دابا شنو هو الحاجه الزوينه اللي كانت عندها هذا العام في 2019 شناهي يلا قولي لينا شنو شي حاجه عمليا ولا حياتك اللي بغيتي في حياتك حياتي زواجي كان الياس زواجي اول حاجه دابا هذا الجواب ديال فيوماز حس الياس يتفرج في الفيديو لا قلتو لي في الحياه ديالي المهم بصح الحياه غادي ندخل على فاز مشويه الزواج ديالها اش شنو هي انا جيت عندك اليوم لا وانت راه جيتي في 2020 ماشي 2020 حتى العام الجاي حتى احسن من العام الجاي انا علاش غفلت رانيا دابا خليها تقول شنو هو اللي بصح ماشي كنا موجدين للسؤال شنو غتقولي شنو غتجاوبي دابا واش نعرف انت فلتي ساعة طلع الياس هو اللي ماشي مشكل تصحابني انا تصحابني تقول لي الوالد وانت ما درتولي في 2019 حنا نقول لي شحال هذا تصحابني تقول لي الوالد والوالده قول لي من هنا 5 سنين مثلا شوف دابا حنا ناخذوا حاول مثلا العام مره اخرى يحاول يصلح الاخطاء ديالو ويدير التوبه يتوب الا كان ارتكب واحد الاخطاء في هذاك العام ديالو ارتكب واحد الاخطاء كان كما كنقول لا مع الله ولا مع العبد الانسان يحاول يصلح راسو في العمل ديالو كذلك يدير مراجعه بانني انايا هذا العام يمكن خدمت مزيان شنو السبب يمكن كانوا شي حوايج درتهم زوينين وهادي وهادي باش مسحوا لي خدمت يمكن ما خدمتش ما نجح لياش العمل ديالي في هذا العام نحاول نشوف شنو الاخطاء اللي ارتكبت هذا هو اللي انا كنقول هكا حنا ناخذوها بحال ناخذوها بهذه الطريقه هكا حنا نهار الاول في الشهر ديال العام الجديد دائما نديروا واحد المراجعه مع نفسنا بحال جلسه جلسه هكا نقدروا نجلسوها مجموعين نقدر نجلس مع راسي انا نقول انا 2019 شنو هما الحوايج اللي ما سقوش ليا شنو هما الحوايج اللي ما زوينين شنو هما اللي الاخطاء اللي ارتكبت شنو هادي والانسان كما كنقول حنا كاع خطائين اولدي الانسان الا حس براسو بان خطا لا من ناحيه من جهه شي انسان او لا من جهه الله ولا هذه يحاول يصلح الاخطاء ديالو ما يعاودش مره اخرى يرتكب هذوك الاخطاء لان ما حتى واحد يقول انا ما كنخطاش راه ما يمكنش راه ما يمكنش شي انسان ما كيخطا حتى من معصوم من الخطا حتى واحد ما معصوم من الخطا هذا هو اللي كنقولوا الفرحه ديالنا حنا الكبيره هو با ياسين مجموع معنا جا عندنا اليوم جاتنا ودابا عاد حنا بداية عام جديد انا عاد نحسوا بان مع اول فيديو كان فيه ياسين حتى هو معنا ياك غادي نحسوا عاد نحسوا بان راه زعما غيدوز معنا عطله ان شاء الله المره كما قلنا جا مزروب ومشى مزروب مطوفه ثلاث ايام بسبب المشي ومجيوش وكان موحشنا نيت فهمتي هو دابا اللي تبغى يبدا معنا العام الجديد ياك ايوا نجي وانا نعمر لكم الدار في العام الجديد الله يخليك امين لحظتك اوليدي لحظتك اوليدي اختي ما بازنيش واش بصي الراس ولا شنو الله يخليك لينا لحظتك اوليدي لحظتك واش جايبين غير نتصوروا بها ولا لا لا عاد كون انا غادي كون انا غير ديكور كون وليدي كون الناس حكا ياسين الناس راه باغيين تهضر لهم على الدراري اللي كيبغيو يمشيو يقراو برا خصك دير لهم واحد الكليسه ان شاء الله قبل ما ان شاء الله ان شاء الله قبل ما نمشي نجلس انا ندير واحد ستوري ونديرو سؤال وجواب وكاع الناس زعما اللي باغيين اسئله زعما اللي باغيين يمشي يكملوا قرايتهم في فرنسا ولا باغيين نديرو نفس الدومين ديالي ديال الانفورماتيك هذيك الساعه ان شاء الله نجلس ونجاوبهم كاع الاسئله اللي عندهم ان شاء الله حنا المغاربه معروفين بالانفورماتيك راه شي فرنسا عامره بلي زانجينيور في الانفورماتيك كيبغيوهم مطلوب الدومين ديالنا مطلوب كيخدموا ولا مطلوب يا كيخدموا لا كيخدموا كيخدموا الدراري بصح المغاربه بصح مطلوبين تبارك الله مطلوبين ايوا الله يعاون كل واحد الله يسهل كاع على جميع البلدان الساكن اللي دابا
هاد 2020 تدخل على هذيك الطلبه وهادي تدخل عليهم بالخير ان شاء الله. واللي كيحلم باش يخرج يقرا برا يخرج يقرا برا، تقلب على خدمه. تقلب على خدمه والله يسهل. اللي باغي تزوج الله يسهل عليها، اللي باغي يدير يوتيوب الله يسهل عليه الله يعاون. يبدا بورطابل كما قال لكم ياسين، ما يستناش الواحد تيقول شري ماتيريال. وانا نقول لهم انا باغي بورطابل، انا بورطابل دابا كيتصور به وصوت. شنو هي الحاجه اللي كانت زوينه وخايبه في 2019؟ قول لي. كانوا حوايج خايبين، كانوا حوايج، كانوا حوايج زوينين. هو بعض المرات الحوايج الخايبين بحال اللي كيفرشوا لك شي حاجه يجيو شي حوايج زوينين. ايوا الحمد لله. المهم تقدروا تفهموني شنو كنقصد. انتم واحد ولادي وعايشين معايا، وعايشين معايا مشاكلي وهادي. انت يا بصح بعض المرات كيقدروا يوقعوا شي حوايج خايبين، ولكن هما ربي يمكن داير لك سبب. انت كتقول بحالي راه شي بزاف عليا، البيبان تسدوا عليا هذا، ولكن الحمد لله. ولكن انت ما عارفش شنو مخبي لك الله، فهمتي؟ والحمد لله. زعما الحمد لله كنقول الحمد لله، ولكن راه حنا معروف من داك المثل تنقولوا حنا، ربي ما كيسد باب حتى كيحل باب. كيحل الباب في اي حاجه هو الربح. نجي وانا دائما كنطلب الله، زعما ما نحاولش ندر شي واحد. انا ولي كنطلب وانت نطلب الله، نطلب من الله حتى وليداتي يكونوا هكذاك. وحنا كنبغيو نجلسو بحال دابا حنا بعضياتنا، يا كتلاحظ دابا انت يومني كنهضر انا وياك في التليفون. اللي كيضرني كنعاودو لك، واللي كيضرك كيعاود تعاودو ليا. غير هرب لك عاد الطرام ولا التران ولا لا المترو ولا هادي، كتقول لي شنو هادي. المهم حنا متعودين على بعضياتنا، نهضرو مع بعضياتنا. راني متعود على ماما هكا تهضر، فهمتي؟ كتقدر ما تهضرش معايا انا، ولكن كتهضر. حنا متعودين على هاد المسائل هادي، كنبقى تابعها حتى تنقول لي بصح. كل واحد عنده شخصيته، كل واحد عنده، فهمتيني؟ كل واحد كيفاش داير، كل واحد شخصيته، كل واحد وهادي، كل واحد كيفاش كيشوف الحياه، كل واحد. وحنا نتمناو كاع كلشي الخير. انا بعدا انا بالخصوص ولادي نتمنى لهم كلهم الخير. انا ما نبغي نشوف غير ولادي يكونوا غير زوينين مزيانين، فهمتي؟ ما نبغيش شي حد يضرهم، واش اليوم حتى يضرهم. لان كما كنقول انا زعما نتوما كلكم مريضات بثلاثه، فهمتي؟ وكنشوفكم مريضات بثلاثه، وما عمر الورد ما كيولي فيه الشوك ولا كيفاش كيقولوا لها كيكون فيه الشوك كيحيد. زعما الورد دائما كيبقى فيه الريحه زوينه وكتبقى هادي، ولو ما شنو كاع يبقى. وهذا هو اللي كنقول انا. انا اللي كنبغي نقول زعما لا للاباء لا للدراري اللي كيتفرجوا في رانيا وداك الشيء، حاولوا تصاحبوا ولادكم، فهمتيني؟ حاولوا تكونوا بحال الصحاب بعضياتكم. انت صاحبي دابا. هكا يلاه قلتيها. الوالدين يكونوا مصاحبين مع ولادهم، والولاد يكونوا مصاحبين مع الوالدين. يكون شكون هو صاحبك المفضل؟ هو باك وامك، فهمتيني؟ الا كانوا هكا فهمتيني راه تكونوا غادي مزيان، تكونوا مفاهمين، كتعاودوا اسراركم بعضياتكم، ما يكونوش يوقعوا لا مشاكل بعضياتكم لا حتى حاجه. وراه ما كاينش اللي يقدر يبغي لك مصلحتك اكثر من والديك، راه هذا الشيء راه. والولاد عاوتاني ما يبغوش شي حاجه خايبه لوالديهم. ضر والديهم. ضر والديهم. ما يبغوش شي حاجه تضر والديهم. راه ما دير لا ثقه لا في صحاب لا والو، راه والديك راه هما صحابك. ايوا. فهمتيني؟ هما اللي خصهم يكونوا عندهم اسرارك. راه يغوتوا عليك، يضربوك، يديروك اللي بغاو، ولكن راه باغي لك مصلحتك. ما يخليو لي يضربك. يلا كيما كيقول لي ما يخليو لي يضربك، نضربك وما نخليك نضربك. اضرب اضرب ماشي مشكل، ماشي مشكل. ايوا زيد الله يرضي عليكم، هادشي اللي عاودتو كاملين الحمد لله. الله يرضي عليكم بثلاثه، اللهم لك الحمد. الحمد لله. الناس كلها كتقول سنه سعيده، سنه سعيده، وكنتمناو هاد السنه اللي دازت تمشي بالاحزان ديالها والافراح ديالها، وتعلموا من اغلاطها وتعلموا من الاخطاء ديالنا اللي درنا فيها. ونتمناو السنه الجديده الا ارتكبنا 21% ديال الاخطاء في العام اللي فات، العام الجاي نحاولوا نرتكبوا غير 10% ديال الاخطاء. ما يكونوش نفس الاغلاط، ما يكونوش نفس الاغلاط. زعما اي ما يكونوش نفس الاغلاط، ونحاولوا. انا بالنسبه ليا شنو السبب اللي خلاك تجي؟ انا يا هاد اللمه لا اللي كون منطير اللي قال جاي تخطبوا لي ها هي اللي بقى لي لا اللي كون منطير اللي قال لي اشنو على رانيا نسيت ويا دابا في هذا الفيديو كامل علاش ياسين مالو جا في هذه الوقيته هذه. وانا بقيت كديك المرات كنشوف في الفيديوهات نقلب كنقول كلشي كيقول رانيا حامله، مبروك مبروك الحماله كلشي، وكنقول واقيلا انا اللي ما فخبارش. ايوا اختي مبروك، الله يكمل الله يكمل. لا شويتيني، الله يكمل الله يكمل. لا لا سكر في جو مش بيباش البيبي. الله يكمل الله يكمل اختي.
مبروك مبروك اخويا الياس، مبروك اخويا الياس. واش ولد ولا بنت؟ مازال باقي لها تشهر. ايوا شهرين ما عرفناش. الله يكمل الله يكمل اختي الله يكمل. شنو نيتك؟ ترى صحاب من بصح. وما عرفتش شكون هاك اللي جي شي مدهوصه هذيك النهار وتقلات عليك. ولقات لها كذا. او دابا ياسين شنو نديرو؟ شنو نديرو دابا؟ السيمانة اللي جيتي. ان شاء الله احنا نشوف ان شاء الله ندير شي نقص لي الوزن. ندير لك بروغرام بروغرام عقلتي الله سكر صافي غادي تبع بروغرام ما تبقاش كتبان والله يسعدنا كاملين الله يسعد الجميع صافي وسعنا سعيده شكرا لكم على وانا بالنسبه ليا هذا العام اللي مشى وهو انني كسبت المحبه ديال الناس انا بقى كنفتخر بها هذه هي هذه اهم حاجه 2019 والله العظيم وامل راه كانت واحد الوقيته راه ماشي هي يعني ولكن دابا نحس بها بان الحمد لله والله العظيم والله ما دارت محبه الناس خلاتني واقفه صامده وكنعزهم بزاف وبوسه كبيره لهم بهذه المناسبه ديال راس السنه وسنه سعيده للجميع متبعه ديال رانا رانيا رانا تكون رانا ثاني ديال رانيا ساعات هي بنتي رانا يلا تهلاو في راسكم ونتلاقاو ان شاء الله يلا سلامة ما تنساوش لايك 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 الفيديو هيك بابا لايك 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 ولا ديزلايك لا لا غير لي لايك يلا تهلاو راسكم سلام عليكم باي باي ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات اخرين باي باي